وفاة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أمريكية على أفغانستان. قالت وسائل إعلام أمريكية اليوم الاثنين أن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري توفي في الغارة الأمريكية على أفغانستان، وقال المصدر أن الغارة الأمريكية لطائرة بدون طيار في أفغانستان أدت لمقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري. وأوضحت شبكة CNN الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جون بايدن سيكشف عن تفاصيل عملية للتخلص من هدف مهم تابع لتنظيم القاعدة في أفغانستان.